أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. لازلنا نسترسل في سرد ما جرى بين الرئيس صدام حسين ووزير دفاعه ونائب القائد العام للقوات المسلحة وعضو القيادة القطرية الذي عينه الرئيس بعد الاحتلال، وكان هو ضيفه لمدة 7 أيام. تحدثنا عن أمور كثيرة، يعني قصص وروايات مختلفة. إن شاء الله أؤكد أيضا وأكرر أنها ستكون معززة ببصمات صوتية. الرئيس بعد يعني الفترة اللي قضاها مع هذا الرجل قرر المغادرة، فمن اللي استلمه ورافق الرئيس؟ ذكر لي بأنه سيد علي، وسيد علي هو العقيد خليل إبراهيم عمر المصلط اللي كان يتردد على الرئيس في مزرعة وزير الدفاع في منطقة جلام. يقول أكدت عليه، يعني قلت له سيدي الرئيس أنت ذاهب من هنا أرجوك، يعني أنا ما أتعامل مع زعاطيط، أنا أحصل بين هلالين. يقول وذهب مع سيد علي اللي هو العقيد خليل إبراهيم عمر المصلح، يقول ذهب معاه بسيارة، واحنا قبل ما يروح عددنا خطط للمحافظات بغداد وتكريت والانبار والموصل والحله وكركوك، يقول خطط متكامله لعمل هجومي تجاه كل قواعد الامريكان في ان واحد. يعني الرئيس لو استنى له ان يستمر وما يلقى القبض عليه لكان الامور اختلفت، لكن بالقبض على الرئيس كل شيء انتهى. يقول بتوجيه من الرئيس، يقول جبت هيئات ركن وعددت كل محافظة بمحافظتها. يقول هناك من أنجز العمل بسرعة، وهناك من تلكأ وكان جبان، وهناك قسم ثالث من تردد عن العمل بهذا الجد ونهزم واختفى. هؤلاء اللي يحملون يعني رتب وشارات وأوسمة وأنماط، هو بعد الاحتلال احنا نعرف كيف الأمريكان تعاملوا مع شرائح مختلفة، الجيش والشرطة والقضاء القضاة وأساتذة الجامعات كيف أغدقوا عليهم بالأموال، والآن معلوم يعني الآمرين والألوية والقادة الرواتب مالهم من رواتب يعني ما كانوا يحلمون بها ما قبل الاحتلال. فالآن يعني الوضع اختلف وكل من ترك الموضوع الحال وقعد زين عايش بقية حياته سواء داخل العراق أو خارج العراق، هذه حقيقة. زين احنا ما نقول هربوا انزوا واختفوا وغابوا عن الأنظار، لكن ما حد قاتل، يعني شرف العسكرية والعسكرية ما حد كان يستعد للقتال. يعني المغريات هذه عملية الترغيب والترهيب، جابوا ناس مثلا وزير الدفاع حسين رئيس اركان اياد فتيح الراوي الله يتقبلهم ويرحمهم كلهم، جابوهم احكام اعدام ومدى الحياه، فتخويف للبقيه. و جماعه اخذوا بوشوهم زين، ومع الترغيب بهذا الراتب التقاعدي اللي ياخذ له 20 ورقه و25 ورقه و30 ورقه و15 ورقه و10 اوراق يعني حسب الرتب ماله، فما يعني عنده شيء هذا الموضوع. فانا السيد وزير الدفاع الجديد ما بعد الاحتلال يقول عرضت الامور عليهم وقسم استجابوا بسرعه وقسم ما تلكأ وقسم جونا وقسم هزمه وما قبلوا يشتغلوا بهذا العمل. يقول لواء ركب في تنظيمات البعث من قيادة، يعني يذكرها يقول قيادة نكبة العراق، يقول لم يتعظوا من كل الكذب
زين، يقول هذا واحد من اللي انهزموا يعني. فهذا اللي حصل مع الأسف، واللي صار من قبل هؤلاء الناس. يعني الله يعني يشعر بالحسرة. أعود إلى السيد وزير الدفاع، خلي نتحدث عنه طالما احنا بالحلقة الأخيرة، ونكشف من هو السيد الفريق أول الركن، نائب القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، وعضو القيادة القطرية الذي عينه الرئيس صدام حسين بعد الاحتلال. العقيد الركن عبد الملك الشهاب الملا خليل الماشطي الدوري، من أهالي قضاء الدور في مدينة تكريت، محافظ صلاح الدين، ضابط في الجيش العراقي، أحيل على التقاعد قبل عام 2003 برتبة أدنى حسب ما ذكره لي، بسبب حدوث خلاف مع سمير عبد العزيز النجم عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي. وموضوع اتهامه بالوشاية بالرئيس صدام حسين من قبل الشاهد سلوان إبراهيم عمر المصلط وابن عم السيدة ساجدة خير الغلفاح وابن خال الرئيس صدام حسين والأخ غير الشقيق للعقيد محمد إبراهيم عمر المصلط، حيث ذكر أن العقيد عبد الملك شاب الملا خليل ذهب إلى أربيل وطلب مواجهة الرئيس مسعود برزاني، وتحدثنا عن قصته وكيف أنه ذهب إلى السليمانية والتقى مع كسرة رسول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني. طبعا هو ابن عم قيس النامق وابن عم اللواء حكمة عمر الدوري والأخ غير الشقيق لخالد شهاب الملا خليل الدوري اللي كان أمين سرفرع حزب البعث العربي الاشتراكي. تحدثنا عن دوره وموقفه بعد الاحتلال وكيف بادر إلى تشكيل خلايا وفصائل للمقاومة ضد المحتلين، وكيف استضاف الرئيس صدام حسين في مزرعته لمدة أسبوع، واستضافته لعزة إبراهيم الدوري لمرتين في بيته، وبينا أسباب الخلاف بينه وبين أخوه غير الشقيق خالد شهاب الملا خليل، وأيضا تحدثت عن لقائي بالسيد خالد شهاب الملا خليل في دمشق في مخيم المرموق، والذي تحدث لي عن دور أخوه عبد المالك في الوشاية. كل هذه طبعا هناك موضوع مهم، ابن خالد انتقد والده، اتصل بيه وانتقد والده ودافع عن عمه عبد المالك ونفى عنه التهمة. أسباب يعني الخلاف بينه وبين ابن عمه اللي هو حكمة عمر، وبينه وبين أبناء عمه تقيس النامق، يمكن على الأغلب حسب ما فهمت منه حول موضوع الأرض الموروثة لهم من أجدادهم. زين، وجينا على ذكر اجتماع يعني الشيخ عشيرة المواشط المرحوم حسيب الملا خليل وبين شيخ عشيرة البيجات وكبار رجال القبيلة بحضور خالد نفسه خالد شهاب الملا خليل، وكيف يعني تم إجراء تقييم لهذا الحال الوضع وتوجيه التهمة. ولدي بصمة صوتية لأحد الأخوان زودنا بها مشكورا، قد نقوم بعرضها إلى ما كان الوقت يتسع تسمعوها. يعني الاتهامات المتبادلة بين دورين وبين البيجات، هذا موضوع قديم يعني قبل ما سليمان الجبوري يظهر حتى بالمحكمة، قبل ما يعني قبل ما ظهر عام 2017 نقول،
قبل ما اتحدث، حتى رسالة هذه الحسن الندى اللي يقول سليمان الجبور يعمل فتن بين العشائر، بين البيجات وبين الدوريين. انتم الفتن قائمة بيناتكم المشاكل من البداية، الرئيس ما قدر عليكم، الرئيس نفسه صدام حسين ما قدر عليكم، وشان يعمل محاكم خاصة ولجان خاصة. زين، واحدكم يطعن بالاخر، ولحد هذه اللحظة انا لو طلع التسجيلات زين وطلع الطعن والدس والتشويه والطعن بالرئيس صدام حسين، يعني ما يلبس عليه عقال، واكشف حقيقتكم، تطلعون تقولون هذا سليمان الجهوري، زين هذا، وتتهموه بالكذب، تتهموه عمل الفتن، وانا رجل دافعت عن صدام حسين وعن رفاق صدام حسين وعن المسيرة زي ما قبل الاحتلال بكل انصاف وحياد وموضوعية، وتحدثت عن تجربتي وقدم الشهادة للتاريخ. تعوفون اللي هاجمون صدام حسين وعائلة صدام حسين، وتسكتون وتغضون النظر وتسدون أذانكم، وتلاحقون سليمان الجبوري ومن جوة جوة، يا ريت وجها لوجه زين، من خلال خفافيشكم ومن خلال فئرانكم وجرذانكم، والله انتم ما تعجزوني، لكن انا قالت على نفسي ان لا انزل الى صغائر الامور ولا اتحدث بسفاسف، واحترم الجمهور والمشاهدين والعراقيين، ما ادير بال ولا ارد، انا اعرف شلون ارد بالوقت اللي ارد والطريقه اللي ارد بها زين، وعندي مفاجآت كثيره ان شاء الله تسمعوها مني، اتحدث عن امور كثيره ادت الى ما ادت بالبلد وبالشعب العراقي. هناك يعني موضوع مهم أريد أقوله لله وللتاريخ، ما عندي عداء وضغينة مع العقيد عبد الملك شهاب الملا خليل، يشهد الله على ما أقول، وقال الرجال يكون بريء، لأن هناك اثنين متهمين اللي هم وفق الرواية الأمريكية ووفق الرسالة مع الرئيس، و يعني واحد ليش يخون حظه وبخته، ما شفت بعيني يعني أن الرجل رغم ما قيل عنه قد يكون بريء، أنا بهذا المنبر قلت وأقول وأؤكد، باحث عن الحقيقة، أتقصى وأتحرى حقائق، وعندما أصل إلى نتيجة ويقين تام أضعها أمام المشاهدين ويكون القرار والحكم لهم. اما ان اتهم فلان او ابرر فلان، ما اتهم ولا ابرر، كل يوم تظهر حقائق جديده، واعدكم بكشف حقائق قد تستبعد العقيد عبد الملك شهاب الملا خليل، وتستبعد كثير من الناس هناك، يعني خبر ازفه لكم هذا بنهايه يعني هذه الحلقه. الأستاذ أبو دلف مرافق أحمد شلبي مشكورا قدم لي مذكرات لقائد أمريكي كان في صلاح الدين بالقصور الرئاسية، وهو الذي قام بعملية الفجر الأحمر إلى مزرعة قيس النامق اللي سموها حفرة العنكبوت، وأسرة والرئيس. هذا شاهد عيان يختلف عن الرقيب إيريك ماردوكس اللي حقق مع العقيد محمد إبراهيم المصلط في بغداد، صح هو كان موجود بتكريت ويلقي قبض على أقارب الرئيس وعمل كتاب اسمه المهمة زين، لكن ما كان حاضر ولا كان مع القوة اللي قامت ب اللي متكونة من 600 ضابط عنصر قامت بأسر الرئيس صدام حسين في مزرعة قيس النامق. هذا جدا مهم، احنا نعتمد على شهود العيان، فراح اجيب لكم شاهد عيان يذكر لكم الحادثة بالتفصيل هو بنفسه، وبها مفاجآت، يعني خلوها في بالكم. حديث هذا الجنرال اللي قام بعملية أسر رئيس صدام حسين، مذكراته
بها مفاجآت، ويتحدث عن اثنين يقول تسابقا في الاستدلال على الملجأ على مكان الرئيس، اثنان راح يقلب كل الموازين. وذكر بأن الشهيد ردمان إبراهيم عمر المصلط قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد من قبل المحققين الأمريكان. أعزائي المشاهدين الكرام، إلى حلقة أخرى جديدة مرتبطة بهذا الموضوع، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.